مجزرة رفح، متصدرة طبعاً الترند والأخبار والعناوين بكل مكان بعد ما قصف الكيان الصهيوني مخيم للنازحين بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح. هذا الهجوم الوحشي أدى إلى استشهاد أكثر من 50 شخص من المدنيين الأبرياء وإصابة العديد بجروح خطيرة بينهم نساء وأطفال، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار الدولي. هذه هي الخيام التي كانت تأوي هؤلاء الذين كانوا يقطنون هذا المكان. كما تلاحظون لم يبقى مكانا لهؤلاء، بل أصبح أثرا بعد عين. هذه هي مجزرة جديدة ترتكبها إسرائيل بحق هؤلاء النازحين الذين يأخذون أماكن ادعت إسرائيل بأنها أماكن آمنة، وها هي المشهد والصورة أمامكم خير واضح ودليل على الإجرام الصهيوني في حق هؤلاء المدنيين في مدينة رفح. المنطقة اللي انقصفت برفح هي مخيم للنازحين، ومن المفترض أنها منطقة آمنة والناس أصلاً نزحت إلها باعتبارها آمنة. السلطة الفلسطينية أدانت الهجوم ووصفتها بجريمة حرب ودعت المجتمع الدولي حتى يتحرك حتى يوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. التبريرات الصهيونية للجريمة البشعة ما زادت الناس إلا غضب، وهاشتاك مجزرة رفح تصدر الترند على كل المنصات، وعليه يتداول صور ومقاطع ما تنوصف قسوتها. ومن وقتها والإدانات العربية والدولية شديدة اللهجة ضد إسرائيل، لكن هاي المرة الإدانات كانت من حلفاء إسرائيل منهم فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. قالوا اللي صار تخطى الشيء المقبول، وإن الكيان الصهيوني ملتزم بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص وقف الهجوم على رفح. Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Ja, god morgen alle sammen. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. ردود الفعل على منصة إكس شهدت تفاعل كبير مع المجزرة، وأطلق النشطاء الفلسطينيون والعرب وسم مجزرة رفح اللي سرعان ما انتشر وصار أحد أكثر الوسوم تداولاً. كل العيون على رفح، حملة تضامن عالمية على موقع انستغرام بمشاركة الملايين منهم مشاهير عالميون حتى يتم تسليط الضوء على المجازر اللي تتعرض لها المدينة. هذا التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي ما اقتصر على التعبير عن غضب واستنكار، وإنما أسهم بتحريك العديد من المنظمات الإنسانية حتى تقدم الدعم العاجل لضحايا المجزرة، وجمع أصوات الناس حول العالم للوقوف ضد الظلم والدعوة إلى تحقيق العدالة.